ناس من الليل وزوار مدينه حليم الليل. يا سلام برنامج حافل متنوع هذا جهدنا عليكم ناس من الليل، كل واحد يلقى ضالته ان شاء الله. مرحبا بكم بالصحه والراحه. اذا نمشيو ان شاء الله على بركه الله نعطيو انطلاقات كرنفال فرق الفنون الشعبيه المغربيه اللي اكيد كتمثل هويتنا المغربيه وكتمثل موروثنا الثقافي اللامادي اللي كنفتخروا به كمغاربه غني عن تعريف وما كاينش المثيل ديالو اكيد. فبني ملال او الايام الثقافيه لبني ملال جابت لكم ورده او زهره من كل حبق. في البدايه غنواصلوا مع مجموعه الفرقه النحاسيه بني ملال برئاسه مصعب والتي تاسست سنه 2009، فرقه معروفه بمعزوفاتها الوطنيه في مختلف الاحتفالات المغربيه. تفضلوا. Yeah.
وإنما هي رسائل للإنسانية. تزويت قلعة مكونة، شكرا لكم تزويت قلعة مكونة. نمر إلى الفرقة الموالية. شكرا لتزويت قلعة مكونة، أكيد حنا ما كنسخاوش بكم ولكن الفرق كثيرة ما شاء الله. نمشيو للفرقة الموالية مجموعة الشيخ جمال ناور. شكرا لفرقة تزويت، تفضلوا معنا باش نستقبلوا الفرقة الموالية الله يجزيكم خير. شكرا لكم، استقبلوا مجموعة الشيخ جمال ناور. Thank you.
Thank you.
يعطيكم الصحة مجموعة البراف من الرقادة من وجدة بالاسم مقدم عبد الحميد ابراهيم ونمشيو عند البهجة مراكش يا سلام مع مجموعة بانا مراكش. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذه واحد القصيدة معكرتها على سيدنا نزل الله تحت شعار عاش سيدي محمد السادس. سيدي محمد السادس يا مفرح الحياة مولاي الحسن ولي العهد فرحنا به جميع الناس ملكنا وحبيبنا لجنة القدس رئيس قمر مضوي جميع المجالس لإن عزفه وتلاميذ المدارس لعز ونزل سيدي محمد السادس. وهذه القصيدة أخرى على مدينة بني ملال. مدينة بني ملال في عيد الشباب يا سيدنا تبارك لك. بني ملال يا مالكنا في عيد الشباب تبارك لك. Thank you.
بني ملال، واكيد الناس بني ملال الناس الخير يمشيو عند مجموعه الخير الملاليه. استقبلوا مجموعه الخير الملاليه. هكيني وهكا وهكا وهكيني. مجموعة كناوة من عروس الأطلس بني ملال.